بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة، وأنا دائما سعيد بتواجدي معكم في هذه الندوات المفيدة للمجتمع. أنا دوري أكثر شيء تحليل الأداء وأداء المال والأداء الإداري والأداء الاقتصادي. ما شاء الله أستاذ جمال شرح حيثيات التركيبة القانونية للتقرير، وأنا أثني على هذا الكلام أن التقرير مهني جدا والتقرير شجاع جدا ومكسب للمجتمع والمكسب للبلد. وأنا أفكر أن يعني غالبية الدول العالم ما عندها هذه الأمور، فيعني هذه نقطة نقدر نضيف عليها وإحنا ماشيين في المستقبل. أنا قريت التقرير من خلال الجرائد، لأن أنا مو مسموح لي أن أحصل نسخة من التقرير. في غالبيتها أخطاء وتجاوزات لا يمكن أن تكون أخطاء بشرية، في قانون وقانون عتيق وتم ممارسته لفترات طويلة جدا، ومرة واحدة نشوف في على نفس القوانين تجاوزات في الوزارات عموما وبالذات في الشركات الكبيرة. وأنا جاي من نفس البيئة، لا يمكن أن تكون هذه أخطاء بشرية، يمكن أخطاء شنو مخطط لها. إذا تسمحون لي أرجع وأشوف الموضوع ككل وأعطيكم صورة ككل وبعدين أنتم تستنتجون هذا الموضوع. في أيام المقتدر الخليفة العباسي كان عمره 23 سنة، ويوسف العش المؤلف الكاتب المصري يقول كان يتعبد 3 أشهر ويذكر 3 أشهر، وأمه كانت متولية الأمور، أمه وخواته، وكانوا يتعبثون بالميزانية وبالأموال. طلع واحد اسمه علي بن عيسى الجراح، وكان بمثابة وزير المالية للدولة العباسية، فشاف أن هذين النسوان قاعدين يخربطون، قال لهم أوكي خلينا نقلل الخربطة هذه شوي على أساس نقدر نضبط. وهو اللي قام بأول محاولة في التاريخ مو بحديث يعني تاريخ اللي احنا أو المدون، قيام بجدولة أو رسم الميزانيات. ميزانيات الحديثة مبنية على أفكار علي بن عيسى الجراح. في نفس الوقت البالانس شيت هذه شو نسمي جمال بالانس شيت؟ ميزانية عمومية. بعدين شاف للحين لأن الدولة العباسية كانت وسيعة وفي كثير من المشاكل، ودائما كان عنده عجز في الميزانية. أبيكم أنتم تلاحظون الكلمات اللي أنا استعمله واستنتاج لكم. العجز كانوا يروحون لمن؟ لأن عندهم عجز حق الجباه. الجباه اللي كانوا يأخذون الضرائب، هذين اللي كانوا يأخذون الضرائب كان عرف تقريبا ان الجابي كان ياخذ 100 مثلا، يعطي الحكومه 50، 30 في جيبه، و20 يوزع على المسؤولين، مسؤولين الكبار في الجيش وفي هاي. بعدين لين في عجز كانوا يهجمون على الجباه، شخص مثل علي بن عيسى الجراح كان يهجم على الجباه، يروح ياخذ منهم، شاف يشوفهم منتفخين وايد وبياخذ منهم، فياخذ ويروح يوزع على الوزارات او شبه وزارات السابقه. ولكن الجباه كانوا عندهم ارتباط مع رؤساء الدوائر في الجيش وفي الشرطه وفي هاي، فالعمليه يصير التدوير هذه. انا اعتقد ان هاي الاخطاء اللي عندنا اخطاء في مجملها مثل ما قلت قد تكون متعمده، وفي ممارسات واحنا عشنا هذه الاجواء ان في ارتباطات الجباه بالمسؤولين الكبار،
فيحدث اللي يحدث، وبعدين في نهاية السنة شيل علي بن عيسى الجراح ما كان عنده، وإحنا عندنا هو تقرير ديوان الرقم. ففي هذه الأمور إحنا أنا أتفق مع أستاذ جمال، هناك في تحسن، تحسن قد لا يكون ملموس بالنسبة لنا، لكن من حق المجتمع أن يعرف شنو قاعد يصير. في هالوقت السنة الماضية سمو رئيس الوزراء حول الموضوع إلى سمو ولي العهد، وسمو ولي العهد حول إلى وزير المتابعة، ولكن ما عرفنا شنو صار. هل لنا حق أن نعرف شنو صار؟ وسنة ورا سنة بنشوف تقريبا نفس الأخطاء ونفس المؤسسات، إخفاقات كبيرة مثلا المشاريع الحكومية، هم كانوا قريبين 44%، أنا حسابي غير 16% فقط نسبة الإنجاز، وعندي الأرقام اللي حسبتها. وين إحنا رايحين؟ يعني هل هذه الأمور تستمر؟ أنا أقول لك إن المقتدر ضعف مع مرور الزمن، وعلي بن عيسى الجراح عجز من الموضوع، هذاك راح يسكر وهذاك الثاني راح قاعد في البيت، وصار اللي صار في الدولة العباسية. إن شاء الله الله يحمينا ونكون بعيدين عن هذه الأمور. من مؤشرات الرفاه الحضارات كانت دائما العدالة، وانتو افهم مني في الموضوع لان كثير منكم حقوقيين. فالعدالة ما تجي بنهاية السنة، ان نقعد وننتظر التقرير يطلع بعدين نقعد ونصيح على التقرير. فاستاذ جمال هو تخصصه ويدير شركة عالمية في مجال التدقيق، ولكن التدقيق هناك في انواع. انا ابي اكون يعني اسلوب يكون اسلوب استباقي قبل الحدث، ان الحق على الموضوع. الوزارات الدوله والحكومات الشركات الحكوميه يجب ان تكون داخل هاي المؤسسات دوائر الحوكمه، ان ينبهون الناس على اساس والعاملين قبل حدوث الاخطاء، لان الخطا حدث من الصعب تصحيحه، وبعدين بعد 12 شهر ننسى. فانا كان عندي اقتراح ان عندنا انواع الرقابه والتدقيق، التدقيق الاستباقي، التدقيق الوقائي، التدقيق الاحترازي، التدقيق الاسترشادي. هاي المؤسسات تعمل تعمل بهذه النظام في الامور الفنيه. لو نحن نطبق هذين في الامور الماليه والامور الاداريه، التقرير بيكون وايد افضل لنا من ما هو عليه الحين. انا اتفق مع الاخوان ان احنا لازم تحركاتنا ما تكون كيديه، نبي ناشر على احد ولا نظلم احد، يمكن احنا ما عندنا معلومات كافيه، ولكن الهدف مو بالافراد، الهدف مو بعض الوزارات، الهدف تصحيح الاوضاع فقط. ولكن الامور والمجريات الامور اللي شفناها في خلال 10 سنوات الماضيه ما تبشر بان هناك في تحسن. هناك استاذ جمال قال في تحسن، بس مجمل الامور وغالبيه المجتمع ما يحس بهذا الشيء، او احنا ما عندنا المعلومات، او حقيقه ما في هذا التطور او تحسن في الموضوع. لما نشوف التراخي في الاداء، تراخي يعني انا شغلي قياس الاداء، تراخي في الاداء، احنا ساعات عندنا هامش للتراخي 3%، 5%، 7%، تراخي هنا يقول لك 90%، في بعض الحالات 100%. هذا قد يعني لا يمكن يكون اخطاء بشريه او
شو يسمونه ب اخطاء فنيه، هذه بالنسبه لي انا مقصوده. نعم انت اثبت عكس ذلك لي، لان انت تخطأ من بين 10 تصير 9 تصير 8 مقبوله، بس من 10 تصير 1 هذه واضح بالنسبه لي انا في تراخي متعمد، لا فيها مسببات ما يخالف، خلينا نشوف المسببات. ولكن من حق المجتمع ان يستجوب هذه الوزارات وهذه الدوائر. يعني عندنا شركات ان الحكومه تعتمد عليها في ميزانيتها. اليوم ألبا تسوي 15% القيمه المضافه واحنا رايحين في التوسعه. مصفات النفط 3%، غارمكو 2%. هاي هذه مو بأداء بمستوى المطلوب للحكومة وللمجتمع. شلون نقدر نخاطبهم؟ أنا أفكر إن في مجمل الهيكل الرقابي في البحرين ما في توجس، ما في خوف، في اطمئنان أكثر من اللازم. وأي إنسان أو أي مؤسسة أو أي حضارة عندها اطمئنان أكثر من اللازم فمصيره مصير الحضارات التي بادت. وسأل الله أن الله يحمينا من هذه المواقع. ولكن حسب ما ورد، حسب ما أنا قريت، يمكن أستاذ جمال ما يتفق معي، أنا ما أشوف في تحسن في هالأربع سنوات الجاية إذا استمرنا بهذا الأسلوب. ومشروع خطة الحكومة قريناها، يعني ما فيها شيء، نصوص إنشائية، نصوص قد قريناها في الكتب، في 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 تقارير أو في حتى بحوث دراسية، ما فيها ولا شيء يؤشر على إنجازات محددة. في موقع ما يقول التقرير أو المشروع أن نسعى لنمو اقتصادي حقيقي. يعني شنو حقيقي؟ أنا هاي الكلمة استوقفتني. لا. لا لا شنو يعني نمو اقتصادي حقيقي؟ يعني معناته في نمو اقتصادي غير حقيقي؟ فهني أنا أفكر إيه نعم في غير حقيقي، في تحركات كبيرة ورايحة وجاية، لكن في النهاية تعصر الموضوع ما في شيء. وإحنا قلنا هذه، قدمنا أرقام وحقائق. اللي حدث إنه الآن 20,000 أسرة بحرينية تروح وزارة التنمية الاجتماعية تطلب مساعدات. هذا اللي حدث. إذا النمو الاقتصادي ما يوصل للمواطن يوصل لمن؟ ف20,000 إذا أنت تأخذ كل أسرة 5 أشخاص هاي 100,000، هذه خمس البحرينيين. إحنا نبي نرجع إلى الأداء، الأداء هو الحل، الأداء لتحسين مستوى معيشة المواطن. هذا المؤشر الوحيد المقبول، كل المؤشرات هي مؤشرات أدواتية، وإحنا نشوف إنه ما صاير هذا الشيء، ولازم نصارح معنا بدون ما نسيء إلى أحد، بدون ما نستهدف أحد. هذا مجتمعنا ونريد الخير لهذا المجتمع. وشكرا جزيلا.